راكم تشوفوه مره على مره يخرج مره لاسبانيا، في الغالب نتاعو يروح لاسبانيا، يروح باش يلتقى بلطفي، بلطفي ولد نزار، ولا كاش واحد من الخدم على جال باش يعطيو له حوايج، يعطيهم له ألمة، كاينين حوايج يعطيهم له ألمة تسجيلات وملفات. اسمعوا واش يقول اليوم قال له لبس عليه ويضحك كيفاش منها، قول والله راك تضحك، اضحك على راك. ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون. كنا سهرانين سهرانين سهر على راك سهر كنا سهرانين الشاي والسهرة ها واستناو جديد هاو جايكم ما سمعوش استناو جديد هاو جايكم سمعوا ها استناو جديد هاو جايكم اسمعوا هاي الناس خرجوا من رحمة ربي هذا الناس خرجوا من رحمة ربي سيغدهم مهما كانت صعوبات ومهما كانت تضحيات على بال إنسان يتعب ولكن حاجة يرتاح باله هو يخرج منتصر أهم حاجة شوف الاستعمار الفرنسي كيفاش بثل بعض الناس كما راني بثل اليوم هذا عصابة هذه يتكلموا كلام والحراك هذا صار في زون حراك هذا يتبناوه قال فلان مش منيح قال فلان مش منيح مهم غير حبيت برك باش ندير لكم مقطع الناس الأكيد من متابعين سياسيين والناشطين ولا رام تبعوه لكن على بالي بلي كاين بعض الشباب اللي ربما كانت حاكمتهم السكرة داخل الحراك ولا ذيك ما على بالهمش المهم تقدروا تراجعوا باش تعرفوا وش راهم يخطوا وش راهم يديروا وش راهم كذا رانا قلنا لكم بالصوت والصورة باللي قيادة نتاع الجيش ممثلة في القيد صالح هما اللي فكوا الصراع الحراك هذا راه كان غطاء شعبي وهاكم سمعتوه بلسانه يقول سوا ديزون حراك هذا التسجيل بعثوه له على جال باش هما يضربوه مع الحراك وصاروا فيما بعد شعارات داخل الحراك ويقولوا باللي القايد صالح مع الخوانة وهما كانوا ناس داخل الحراك باعثين ناس داخل الحراك على جال باش هما يردوا في هذيك الشعارات وكاينين بعض الابواق من اصحاب الرؤوس المقفله هذوك اللي هما دايرين رواحهم باللي بل راهم مرات حتى هما يبعثوا لهم بعض الاشياء حتى باش هما يقولوا باللي هاي ما جاتش من عند نتاعهم راهم جاوا من بعض الناس اللي هما راهم زعما دايرين رواحهم معارضين اذا راكم شفتوا تسجيل خاص بقياده الاركان هذه وش هي هذه وش تسميها اذا ما تسميهاش خيانه وش تسميها تسجيل خاص بقائد الأركان يخرج البرة يعطى الزنديق العربيد ويخرجوا في وسائل الإعلام هذا التسجيل وأنه يهدد في قائد الأركان بمتابعته في محكمة لاهاي أسمعوا سهرانين الشاي والسهرة واستناو جديد هاو جايكم ما سمعوش استناو جديد هاو جايكم بالطاغوت الجزائري الا لا يتدخل ويحكم على الكل بالتفجير عمليه تاتي بنتوري سربوا له العملية نتاع تيغن تورين مصورينها بالصوت وبالصورة مصورينها ومن بعد بعثوها له عقب منها مقاطع على جال باش يبين القائد الأركان القايد صالح باللي راهو التسجيل راهو عنده ومن بعد صار يهدد فيه بمحكمة لاهاي بمعنى أنه التسجيل راهو الآن عند المخابرات راهو عنده عند المخابرات البريطانية وين راهو اسمعوا عبد الرحمن
واش راني نزيدها راه اللي ما صاحبوش راني نزيدها. سمعتوا الفيديو؟ سمعتوا الفيديو. لكن سي قائد الاركان الذكي جدا سنه رابعه ابتدائي اللي في راسه حبه حمص كما قال الجنرال خالد نزار، سمعتوه؟ جاته الاوامر بالتليفون اهجم، قال لهم المخابرات اخرجوا خلوا الجيش هو اللي يهجم، وهجموا ضربوه. شوفوا المكالمه اللي ما بين هذاك الارهابي اللي هو الجزائري، واحد من بين ثلاثه، لانه ثلاثه جزائريين فقط الاخرين كلهم اجانب. هذاك الجزائري واش كان يقول؟ قال اعطيتونا الامان باش ما تيروش، لانه ضابط المخابرات عطاهم الامان، قال لهم ما تيروا ما تيروا. راكم تسمعوا على بالو بالتفاصيل نتاع عمليه تاع تيغن تورين اللي هي جرات سنه 2013. مازال جنرال توفيق مازال ما نحاوش، بمعنى انه الملف كان عند الجهاز تاع المخابرات. توفيق مازال ما نحاوش، نحاوه في 2015 بداو يقصوا فيهم، ومن بين الشخص هذاك اللي دخلوه اللي سموه الجنرال حسن. اسمعوا واش يقول. خلونا نتفاوض. قالوا له راك عطيتني الامان، بصح راكم صحابك راهم يتيروا. قالوا لا لا نعطيكم الامان. قالوا لا، اطلب من الجنود نتاعك ينسحبوا، لانه الجيش اللي طلبهم القايد صالح امرهم بالهجوم بداوا يتيروا، بداوا يضربوا فيهم بالرصاص. قال له اطلب من الجنود نتاعك ينسحبوا فورا انسحاب، والا نضربوا بالهاون. الهاون هذا وشني؟ اللي هو المورتي 60 ميم با ان كيلومتر. هما كان عندهم التهديد تاعهم هو المورتي، كانوا قادرين يخلوهم تيري بالمورتي، يضرب بالمورتي، يضرب بالمورتي، يخلص لك ومن بعد نهجموا عليك. لكن هما لا، الهدف انهم يقتلوهم، وانا عندي الدليل انهم قتلوهم، وعندي الدليل انه المحتجزين الاجانب قتلتهم الصواريخ من الطائره. نعم، املك الدليل. الان المطلوب من هذه القياده الغبيه، اما انكم تصفوا ارواحكم وتسقموا ارواحكم وتبركوا من هذه التمسخير تاعكم، او اسمعوها من عندي هذا التهديد مباشر. ساقدم هذه الادله، هذه الادله ربع سوايع اللي عندي، ساقدمها الى محكمه لاهاي الدوليه، واطالب باعاده فتح التحقيق حول قضيه تيغن تورين، وكل واحد يتحمل مسؤوليته. يهدد في قائد الاركان بمحكمه لاهاي وعنده تسجيل فيه ربع سوايع.